Hello, Sabrina. Evening. I become like you. Hi, Nadir. Ya marhaba. I become like you. Evening. Just evening. No good evening. No nothing. Just like that. Okay. Yes. Abbreviation. I'll start maybe doing something else. I say eng. Evening. No need to say even. Yes. Good, good guys. Good, good, good. Tamam, tamam, tamam. Today is I will, inshallah, bidhin Allah. Yes, saving the time. But good, always good. When I say good evening, it will be so good. Like, I feel it, I don't know, but this is the best for me. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Time is money. Yes, time is money. But in our situation now, since we're giving, like, you know, just helping, it's just fine, right? We're not gonna be considering money like now, so yeah, maybe at work place, or we maybe when we just provide something, it might be yes. But oh, good evening, that's good, that's good. That's good. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyi rahmati Muhammad. راح ان شاء الله ناخذ اليوم ول يسموه simple future, اللي هو المستقبل البسيط. المستقبل البسيط الشيء اللي انت تبي تسويه في المستقبل القريب جدا. تمام, شروط ما في له شروط, لكن حيفرق عن going to بالنسبة لل, وراح ناخذ بكرة going to, لكن اليوم نتكلم عن الول ونشوف ايش الاسباب وايش الاستخدامات اللي ممكن تساعدنا ناخذ فيه الول ومتى نستخدمها اصلا. تمام, فعندك مثلا من الشغلات اللي قال لك انه أول سبب قرار حصل مباشر to describe future plans. Yes, future plans, actually unplanned future plans, it's like going to, right? But this one, it's just like it comes by predictions, come like suddenly something come like right now. طيب حلو, عندك حاجة صارت لك مثلا, انه حاجة action صار لك وانت بتاخذ فيه قرار الآن مباشرة. يعني مثلا زي مثال, أسهل شيء مثلا يقول لك to predict the future plans, that's good. تمام, زي يقول لك مثلا عندك I have a headache, I will go to the hospital. مثلا حاجة كده صارت الآن, I have a headache, أنا راح المستشفى الآن. أو مثلا I feel sick, I need to see the doctor. فهمت علي كيف؟ I'll see the doctor. مثلا I feel sick, so مثلا, ولا I will see a doctor. حاجة حصلت الآن كذا على طول, أنت حسيت بمرض, حسيت بتعب, تكتب yes, it's a spontaneous decision. حاجة صارت لك الحين كذا فتقولها بسرعة, سريعي والله أنا تعبان أبغى أروح للدكتور. هذه من الاستخدامات مثلا, يعني مو لازم يكون استخدام قوي وأنت سويت ولا شيء زي كذا, لا مو شرط. في حاجة ثانية مثلا يقول لك انت من احساسك, مو من احساسك, من اعدادك للشهور او شغلات زي كذا, فتقول مثلا بعد شهرين من الان, على نهاية شهر الان هي 7 و8, على نهاية شهر 9 الحين تقول والله winter will come soon. تمام, تجي في بالك تقول والله winter, ولا مثلا summer will come soon, ولا مثلا it will rain مثلا long long time. اهلا سيدرا, yeah it's long time. فأنت عندك هذه شغلات مثلا كده تخمنها في بالك تشوفها, هذه من الأسباب. مثلا عندك الأسباب الثانية اللي هي مثلا لما تعرض لواحد شغلة, واحد شال كرتون في الشارع مثلا ثقيل, ولا شال أنبوبة ثقيلة ولا حاجة, تقول oh I will help you, تقول I will help you, معنى إيش؟ معنى أنه دحين كده بتساعده. تمام, will you help me, مثلا تقول لي واحد انت نازل تشيل شغلات ولا حاجه, will you help me, هذه من باب السؤال. ها هذا السؤال مثلا will you help me, طبعا انت واقف تسال واحد فتساله, هذا طريقه السؤال بالنسبه للويل.
ايش كمان امثله في بالي ممكن اعطيكم اياها؟ وراح مع الامثله راح يبان كل شيء. فانت هذا كله فكره انه هذا المستقبل البسيط والقريب او القريب بس البسيط بشكل عام يعني. فهذا شرح للمستقبل. فانت عندك اي ويل I will call you when I get home. هذا بالنسبة لل ال 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 الأشياء مثلاً الأشياء اللي مثلاً واحد صاحبي يقول لك please call me مثلاً في التليفون تقول له I will call you when I got home. Hello when I get home. Hello. I'll call you when I get home. هذا مثلا من الأمثلة برضو على الويل. She will turn 40 next month. Yes. هذه برضو من الش... She will مسبرينة طبعا هذا مثلا. She will turn 40 next months month. هذا برضو من الأشياء prediction إنه حيصير يعني قدام حيصير. عندنا مثلا الشغلات الغريبة مثلا في البيت. جات الماما شافتك انت كابلك عسل ولا كابلك شيء ولا كسرت لك بيضة ولا شيء فتهاوشك تزعلك تقولك يا ولد ايش بكسرت الدنيا وليش وزي كذا. فتقول اوه ماي مام اي بروميس اي ويل نوت دو ات اجين مثلا. تمام. هذا برضو من الاشياء اللي تسوها دائما تصير في البيت. يعني دائما احب امثلتي من البيت. تمام. هاوشتك قالت لك ايش سويت اوكي مام ام سوري I will not do it again. حلو. هذه برضو من الأمثلة اللي ممكن الوعود. يا سلام عليك. الأفكار الوعود الطلب الخوف. رحت مثلا على يعني طريق زلق في المطار ولا شيء ويلا يا اخوي يلا نطلع وزي كذا. فتقول له نو ام افريد اي ويل جيت ان اكسيدنت مثلا. حلو. ام افريد وي ويل جيت ان اكسيدنت. ولا مثلا هذه من الشغلات. هذه برضو عليكم السلام يا رنا. سو ذس از انذر اكزامبل. ام افريد تو جيت ان accident. Hello. Okay, I'm afraid to get. Oh, I'm afraid. We will get an accident. We will get an accident. مثلا هذه من من الأمثلة تنبؤ. تمام. شكرا يا ماما. أي ميمة. ماما. سوري يا ماما. Okay. تنبؤات. تفكيرات. حاجة حصلت الآن مباشرة. I will close soon. I will be tomorrow. I will do this next month. I will turn 110 after 100 years something. يعني حاجة خطط مستقبلية. شكرا يا بنت أبوها. تمام ممتاز. فهذه الول بشكل جدا بسيط هو ول حاجات تصير لل الخطط المستقبلية. قد تكون مرتبة قد تكون مو مرتبة لكن هذه هي فكرتها. الآن عشان نقول انه طيب فهمنا او ما فهمنا لازم نشوف الشرح كذا ما يكفي. دائما انتم عارفين ان اشرح على ورق زي كذا لكن ما يكفي. ايش اللي يكفي؟ اللي يكفي انه نخش على الأمثلة حقتنا مثل العادة ونحل بسم الله الرحمن الرحيم ونقول يلا مو من شانكم من شان صحتكم زي ما قال حبيبنا. ان شاء الله نفهم بإذن الله. خلينا بس نكبر إن شاء الله واضح كل شيء معاكم ونقول بسم الله. change into future sample. هذه من الشغلات اللي برضو عجبتني. change the following sentences into the future simple. example they stayed at home. answer they will stay at home. so هو أعطانا يا هنا إيش أعطانا إياها في ال past. حلو. فنحن في ال past نبي نحولها لل future. هو أعطانا المثال past وحولها للفيوتشر ولا السيمبل فيوتشر. تمام. ناخذ اول جمله ونحلها سوا باذن الله تعالى ونقول يلا. نقول they have directions twice a week.
they have لا لا dictations twice a week sorry. أبغى الجملة اللي هتكون will تمام writing for your positive interactions guys yes please تمام يلا يا حلوين يلا يا حلوين يلا يا حلوين they will have okay dictation twice a week معناها نحن إيش اللي بناخذ ذهن يا حبايب نحاول ناخذ الجملة تمام نحاول ناخذ الجملة بس مبدئيا منها والورقة حتكون معاكم بإذن الله تعالى طيب they will have ناخذ الأحمر يلا مو مشكلة الأحمر okay before verb use will yes ممتاز والله ما شاء الله طيب they will have dictations so they will have وما حنكمل عشان يصير عندنا وقت لأنه عندي ورقة ثانية بإذن الله تعالى طيب I spend my vacation in Greece. Okay. I will spend my vacation in Greece. So I spend my vacation in Greece. هذا إيش يصير؟ إيش التايم مال الجملة هذه يا شباب؟ هذه تايم إنه present صح؟ وغير إنه present هذا شكله كل سنة بيقضي. كل سنة هو في غريس. كل سنة غريس اللي هي غريس ما أدري والله غريس. أثينا. أيوة أثينز. Okay, so I will spend my vacation in Greece. I'll be تكلم عن المستقبل. So I will انتبهوا إذا في spend my vacation in Greece. ممتاز. أي والله Greece, Athens. Yes. حلو. Andrew left for school. هذه past. فكيف نحولها ل will أو كيف نحولها ل future, future simple أو simple future. Andrew will. So will what, Rana? Give me the verb. Andrew will what? The best form, right? The best form. بيعلق ولا شيء شباب? Will leave. ممتاز. Will leave the school. وهذه من اللي قلنا أمس اللي هو irregular verbs. Emma agrees with me. Emma, the will أول وحدة كيف؟ وين؟ ولا يهمك بس. They will. تمام كذا؟ They will. بس نسيت حتى ال they. حلوين يسعد مساك حبيبي وأنت ويسعد مساك يا أستاذ فراس الله يخليك يا مرحبا بك. So Emma will agree with me. تمام؟ So Emma. Well, agree with me. نحتاج السبجكت والويل حلو وبعدين نحتاج آخر شيء الفعل عشان تصير جملتنا بإذن الله. والله بخير الله يسعدك أستاذ فراس رحم الله والديك الله يسعدك يا رب. We are at home. We are at home. ما شاء الله تبارك الله أنا شايفك عندك اختبارات وعندك تجهيزات ممتاز We will be تمام ممتاز We will be at home We لأنه قلنا الـ are هي الـ be to, verb to be صح So we will be at home لأنه هذه الـ present We are at home الآن نحن في البيت بس يبغى فيوتشر وإذا كانت في الباست كون we were at home اللي هي الماضي حق R W E R E She wrote him a letter She wrote him a letter It will be ممتاز حنون تمام شكرا مصبرينا Okay we'll write She will write She will write him a letter. سبعة it takes 20 minutes to go there. It takes 20 minutes to go there. Yes, FA ممتاز. She will write ممتازة.
where rat will take. It will take 20 minutes to get there. Ya salam. It will take 20 minutes to take there. To get there, sorry. I'm busy at the weekends. لاحظوا انه هذه I'm busy at the weekends معناها هو بيتكلم عن present. بيتكلم عن انه جميع من الان الى ان شاء الله رب العالمين الويكندز عنده دائما هو بيزي. So what should we do? How do we change it to tratata? I'll be busy at the weekends or on the weekends. I will be busy. Busy هو الفعل طبعا. I will be busy at the weekends. Okay, his wife worked in this company. His wife worked in this company. Okay, his wife, اللي هي الملكية. His wife will work at this company. They study Spanish. Yes, his wife will work. Good. They study Spanish, the last one. They will study Spanish. We just add here will. And that's it. They will study Spanish. Spanish something else. Papai, the sailor man. Okay. هذا خلصناها. حناخذ اللي بعدها. يقول لك ميكست بنضيف عليها زي ما قلت لكم اذا في وقت ممتاز في وقت. حنخلص هذه باذن الله ونخلص درسنا اليوم وناخذ بكره ان شاء الله going to ونحاول نفرق بين going to وال نشوف ايش الفروقات بينهم. ليش قال هنا وليش قال هنا وليش قلنا هذه وليش قلنا هذه وهذا الميكست. تمام. Spanish yes Spanish ناس Spanish. تمام حلو. حنطبع على الميكس هنا. يقولك use the verbs in brackets to make the future simple. This exercise includes positive, negative, yes, no question or WH question form. So you guys, بسم الله الرحمن الرحيم, عطونا ايش اللي في بالكم. الحمد لله والله يسعد فراس. الله يسعد قلبك يا حبيبي. الله يسعد قلبك. الحمد لله شايفك مشغول لك الايام والان ان شاء الله برجعت معانا والله يحييك بإذن الله تعالى. أوكي هنا قالك she blank a message after lunch. ليش قلتي she is going to؟ ليش ما قلتي she will؟ ليش قلتي she is going to؟ لأنها أكيدة. المطلوب أوكي. المطلوب من السؤال هنا حنستخدم this exercise. يقول لك include positive يعني العادي سؤال عادي والنفي وإذا كان في do ولا does ولا يعني ولا are ولا is no questions ولا wh question اللي هو where which why. تمام زي كذا. فأنت تختار تشوف إيش اللي تبغاه. طيب نقول she will send a message after lunch. She will send a message after lunch. ليش قلنا وقت ما تخلص الغداء؟ طيب متى تخلص الغداء؟ وقت ما تخلص الغداء ترسل الرسالة. فما هو بلان 100% يمكن ما ترسل بلان. راح نشوفها إن شاء الله كيف بعد مع going to بإذن الله تعالى. لكن هذه ما هي بلان 100%. She will call you after lunch. يا مرحبا بالكريم. يلا حي أبو رسيل. يا هلا سلامة الأسفار. وأنت بتكون معنا إن شاء الله. طيب she will send a message after lunch. حلوين كذا معايا انتم زكية يا مرحبا. She will send a message after lunch. طيب they blank him tomorrow.
Yes, it's going to send future. Yeah, future simple. That's why we will have it tomorrow with something else. It's not going to be today. It's going to be inshallah tomorrow. Bismillah. Can you fix the paper? Oh, sorry. Yes. Bismillah. Yalla. We fix it. We'll see him. Can see it clearly. How about now? Good. Shukri Matrix. They blank him tomorrow. What do you think, guys? Arnat? يا هلا حبيبي الله يسعدك يا ماتريكس. I'm looking at you guys. So the last answer is, he will not see him tomorrow. Or we're gonna use going to, which one? هذا الكلام أنا أقول له plan ولا مش plan. تمام? Will not see, will see. Will not see. الله يسعدك يا ماتريكس. الله يسعدك. خلينا نركز في الدرس قبل رفع البث. So it's a plan for sure. If I tell someone they will see him tomorrow, for sure it's a plan. راح أشوفك بكرة. طب في وقت معين in the morning, in the noon, I'll see you tomorrow. If it's plan, okay. Going to. If it's not plan, it will be, I will be. Because that one is unpredicted plan. That will be. But if it's plan, خلاص بقول they are not going to see him tomorrow if it's plan. Okay, معناها إنه هذه واضحة. أنا ما راح أشوف بكرة. So they aren't going to see him tomorrow. خلاص انتهى الموضوع. انا ما راح اشوفك بكره وخلاص انتهى الموضوع. معناها شيء مخطط له وقفلت الموضوع اني ما راح اشوفها. تمام كذا. التو هو حط تو سي انفينيتيف بس مو شرط نحط تو. ما نحط تو. تمام. فانا ما راح اشوفك بكره خلاص انتهى الموضوع خلاص قفلنا. انا 100% ما راح اشوفك. فعشان كذا صارت بلان. طيب نقول when blank they their answer. هذه فيها بلان ولا عادية؟ ايش رايكم؟ موباين. هذه هي ثلاثة. ارفع زيادة. ايها when blank they their answer برضو مو واضحة. والمشكلة انه انا قربت فعلا ما توضح. When will they give? Yes. يا سلام. لأنه هنا ما حد يعرف. When will they give their answer? متى راح يعطوا السؤال؟ هذا الحين واضح الورقة جماعة الخير. تمام؟ حلو. أربعة. Blank. Blank you, blank me, the documents tomorrow. Bring. Well, to bring. Hello. Yes, unpredictable plan. Will you bring me the documents tomorrow? وبيسأل
زي حكاية التاك كويشن، بيسأل أنت بتجيب هذا بكرة، فما في شيء واضح. فا when will okay when you will me when oh when will you bring لخبطت الدنيا me the documents tomorrow. جميل. نات اعتماد لا. Are you going to bring no؟ لأنه لما نجي يسأله زي كذا يقول Are you going to bring me؟ ما هو شيء هو متأكد منه، الشيء اللي متأكد منه بس اللي يسأل، إذا ما متأكد منه ما يسأل. تمام؟ فلازم يكون متأكد 100%. طيب زي لما قلنا هنا إنه ما راح يشوفه بكرة، فهو متأكد ما راح يشوف بكرة لأي أسباب عنده، إنه عنده أسئلة، عنده حاجات معينة. طيب ولا ممكن Are you؟ تمام ممكن تجي Are you are will you not to add you will you bring me the documents tomorrow or when will you ما عادي will you it's okay will you bring it's fine إذا كان كلمة واحدة okay will you bring me the documents tomorrow which is okay no problem if we put W question it's not gonna hurt. حلو. خمسة she أو اللي blank she him forgive. ايش رايكم؟ ليش يا اف اي قلتي ار يو؟ بيسأل سؤال تخميني. اوكي الان بالنسبة هذه اللي هي forgive انا ما راح اسامحك، انا خلاص حطيت في بالي ان بلان انا ما راح اسامحك نهائيا. اذا قلنا انا ما راح اسامحك نهائيا احلى جن كجيل عايشين على النت، لا مو شرط على النت، هي كلها نص ساعه ونطلع. تمام ايش رايكم اذا كنت انا مره ب 100% او انا ما راح اسامحك، ايش نقول؟ she will not forgive him ولا نقول she is not going to forgive him؟ عم تسألوني مثلا خلاص يا ما راح تسامحه انتهى، يعني انا من ناحيتي انه خلاص بعد العتب اللي صار وبعد الحركة اللي صارت انه ما راح تسامحه بالمرة، معناه انه عنده تخطيط، عنده يقين كامل انه ما راح تسامحه. بايش نقول؟ She's not going to forgive him. How's that؟ معايا؟ She's not going to forgive him. وينكم؟ جاوبوا علي يا جماعة الخير، أبغى أسمعكم. النت بيعلق، في مشكلة، في حاجة. Why enough? Why will not forgive? She will not forgive. Why not? Why she will not? Because it's a promise. ولا إيش بالضبط؟ If it promise, yes. ولا حاجة منها مثلا خلينا نقول predictions، ممكن فرضيات assumptions، ولا ايش بالضبط؟ ايش اي واحدة فيهم؟ لان وعد، اذا وعد يس she will not forgive him اذا وعد. Promise خلاص، مدام promise انتهى الموضوع. She is not going. لا يا آدم، if it's promise we said it's under will. It's not gonna be under going to. حلوين؟ طيب where blank we tomorrow؟ هذه واضحة لأنه خلاص plan. شو رأيكم؟ Yes, going to. Where are we going to meet tomorrow? جميل. حلو. عندنا سبعة. I next month. I next month. Yes, I next month.
I will, صح؟ I will go to marry next month, yes. I'll go, I'll get married. I'll get married next month. I will get married next month. ولا بلان هي؟ I'll travel. Yes. معناها إيش هي؟ I'm going to plan. آها إذا plan طيب إيش نقول؟ Going to. بس ما حدد next month وبس. ما حدد أي يوم أي تاريخ بس next month. هنقبلها؟ آها معناها plan شفتوا؟ معناها ترى going to get married next month. ممتاز. Yes, it's a plan for sure. 8. Blank, they blank a new car next year. والله معناها blank. لا لا هذه أكيد الشهر الجاي حدد إنه الشهر الجاي صح. إذا حدد كلامك صحيح في 100% وأكيد أنها بلان بس أنا حطيتها بشوف. I'm spending up once to get married. I'm speaking up. We say we'll get married. In yes in token but in this one no it's gonna be are you going so a new car next year. ممتاز هذا برضو بلان إنه راح يشتري سيارة next year. So are they going? No. Yes. Not are. When are they going to buy a new car? How is that? Are they going to or when? But no. Going to buy a new car? No. It's not gonna be are they going to buy a new car next year. How about when are they going to buy car next? Will they? Are they going to buy? It's are they. Or when are they going to buy a new car next year? يعني الوقت فعل أي وقت تحديدا. طيب سندي حنون شكرا بس انه حيكون محدد next year next month هذا كله محدد plan محددة. إذا في شيء بيصير حاليا الآن هو اللي بيصير في قلق شوية. طيب سندي to the party without me. Will not go. Cindy will not go to the party with me. Will not go to the party with me. 10. كم عندنا 15 كويس. 10. Blank he blank me this book. Will not go. Blank me this book. No, blank he. Will he lend me this book? Will he lend me this book? ممتاز. He lend me this book. تمام. When blank you blank a new job? When will you لأنه مو محدد فنقول when will you start a new job. ممتاز. We him tomorrow. We him tomorrow. When will yes that's right. Once upon a time. أهلين. تمام. Are you going to call him tomorrow? Mm-hmm. تمام. Are you going to call him tomorrow? لأنه في شيء بنكلمه. هنكلمه الليلة ولا بكرة فأنت بتسأل. راح تكلمه بكرة؟ Yes. So are you going to call him? We are going to call him tomorrow. 13. ممتاز. Blank Rachel. Rachel إيه ولا Rachel. Blank a cake for us. هذا سؤال حدسي صح؟ Yes. F A. Will Rachel
Will Rachel bake a cake for us? ممتاز. Will Rachel bake a cake for us? ممتاز. 14 قبل الأخير إن شاء الله. They blank next week. هذه واضحة. Okay, good. Thanks. Okay. They blank next week. They blank next week. واضح. Yes. They are going to move. They are going to move next week. جميل جميل. آخر حبة 15 إن شاء الله نكون انتهينا من درس اليوم الجميل اللطيف الحبيب السهل. وننزل إن شاء الله على اليوتيوب جاهز للفرجة. وبعد كذا بكرة إن شاء الله بإذن الله نكمل going to. نأخذ going to بكرة ونأخذ أي شيء ممكن يبين لنا الأمور بشكل بسيط. أوكي. What blank you blank for dinner؟ معناها في خطة، في خطة أكل صح؟ في خطة طبخ. حلو؟ في خطة طبخ معناها إيش بتطبخي لنا؟ معناها في خطة طبخ. حلو؟ What are you going to cook for dinner؟ لا لا في خطة إف إيه، في إنه في طبخ. لو تلاحظي what are you going، هذا وش are you going to cook؟ ما تجي will، لا شوفي ال will تجي will you cook for us tonight. أنت بتسألوا متعودين إنكم مثلا تطبخوا لبعض، فتسألوا تقول له أنت تطبخ لنا الليلة. أنت ما أنت متأكد، ما أنت متأكد إنه هيطبخ ولا ما هيطبخ. لكن هنا في خطة طبخ، بس بيقول له أنت إيش راح تطبخ لنا الليلة؟ ولا رز، لحم، دجاج، باستا، بروستد، شغلات معينة. فهمت عليه؟ فإنه في خطة هنا what already في. فهمت علي؟ فطول ما إنه في خطة دائما يصير الوضع are going to، ولما يصير ما في خطة يصير الوضع عوافي. هلا حبيبة. Oh, you came late. It's fine. No problem. Tomorrow, inshallah. I think this is easy for you, so it's fine. Hello there. فخلصنا اليوم the present simple will. أتمنى إنه واضح ولذيذ وسهل عليكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. وبكرة نكمل دروسنا كالتالي. وزي ما قلنا بكرة إن شاء الله هيكون نفسها the simple future بس بال going to، وراح نعرف الفروقات وناخذ كمان أمثلة على هذه وأمثلة على هذه، وتمشي الأمور زي العسل بإذن الله تعالى. ربي يوفقكم ويستر عليكم، ولنا لقاء إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. ومعلش برضو إن شاء الله الأسبوع ذا كمان مسافر الأربعاء، لكن بكرة وبعد بكون معاكم اللي هو الاثنين والثلاثاء، والأربعاء مسافر ونرجع السبت مع بعض إن شاء الله. شكرا يا بنت أبو، الله يسعدك. Thank you. كثر هالقلوب الحمر. Thank you. الله يسعدك يا رب. بس ما في شيء ثاني. العفو العفو العفو. أتمنى أنكم فهمتوا، أهم شيء كل شيء واضح بالنسبة لكم، وهذا أهم شيء إنه كل شيء واضح. ولو ما في وضوح نرجع نكرر ونرجع نسأل ونرجع. مع الموضوع إن شاء الله جدا سهل. أكيد طول ما أننا ما لغتنا أكيد في أيام هنغلط، أيام أكيد هغلط، وشيء هذا شيء طبيعي. أهم شيء إنه الغلط ما يصير كثير مرة، وأنتم عاد على ما قالوا على الرحب والسعة. حبيبي once upon a time، الله يسعدك العافية وبارك الله فيكم. شكرا. واللايف والله أنتم الأمانة، والله الشرح أنتم الحمد لله. شكرا يا ميمة، شكرا سميتك ماما في البداية، شكرا الله يسعدك يا رب. والله الشرح أنتم، وجودكم هو اللي صراحة بيرجعني كذا وكذا. ولو ما في أحد كان خلاص قعدت وطنشت الموضوع وقلت ما في أحد ما بتكلم لحالي. لكن الله يجزاكم الجنة، وننزل هذه إن شاء الله يوتيوب تكون موجودة للي حاب يروح يعيد يتفرجها ويفهم إيش اللي موجود فيها. تحياتي لكم وفي حفظ الله ورعايته. Thank you مسبرينا، شكرا يا ميمة، شكرا once upon a time، شكرا كل اللي شاركوا، بنت أبوها FA حبيبة، كلكم thank you. نزير، حنون، وزينب. زينب you didn't say anything. آدم ها sometime توتا good. روان عبد الله الله يعطيكم العافية، ونصر الدين، وربي يحميكم، وإلى لقاء جمعنا على خير. في
في حفظ الله ورعايته. مع السلامة. You're so welcome, Nadi.